التي نشأت على أساس الإعجاب، على أساس الشعور بالإعجاب الذي نقله لنا قحطاوي وخير الدين وإلى حد ما الجبرتي، على أساس الشعور بالإعجاب نحو الحضارة الغربية، نحو الحضارة الغربية أتت النزعة الثورية الجمالية، جمال الدين الأفغاني تؤكد هذا، تؤكد بطريقة ما، لأن اللغة، لأن اللغة التي استعملها جمال الدين الأفغاني للتغيير هو أن نستورد سلاح مثلا من مصانع الأعداء والخصوم كي نقلب عليهم الوضع، وهذه خرافة من ينتظر، هذه خرافة المسجون الذي يطلب من ساجنه أن يسلم له مفاتيح السجن. مرت الحرب العالمية الأولى، مرت الحرب العالمية الأولى وقضت نهائيا على فكرة الجامعة الإسلامية، نهائيا في نظر المؤرخ، نحن لا نتكلم إلا في نطاق إنسانيتنا، لا نتكهن ولا نرجم الغيب بالغيب، لأنني كمؤمن أتكلم كلام غير هذا الكلام، كمؤمن أؤمن بأن الله سبحانه سيهيئ السبل لهذه الأمة الإسلامية ويحفظها من كل كيد، هذا كلامنا. أما كرجل يبحث ويدرس القضايا يجب علي أن أحلل القضايا كما أراها، كما أراها بقدر المخطئ والمصيب ككل إنسان. فانتهت مع الحرب العالمية أو تبخرت مع الحرب العالمية الأولى أفكار أو دعوة جمال الدين الأفغاني للجامعة الإسلامية، انتهت مع سقوط الخلافة العثمانية نهائيا، قضى عليها السيد كمال أتاتورك، وعاش تلك الأيام السوداء ضمير مسلم آخر تمثلت أيضا فيه هذه المرة المأساة، تمثلت فيه المأساة الإسلامية وهو شكيب أرسلان. فنشر كتابه المعنون بسؤال: لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟ هذا هو السؤال. ولا أهدف هنا إلى ذكر ما احتوى عليه الكتاب، ولكن أقول أن السنين لم تجب على هذا السؤال إلى اليوم، ونجد أن السؤال يتردد في كل مناسبة إسلامية مثل هذه المناسبة الكريمة التي ندين بها إلى فضل وإلى روح الجهاد، أكثر من فضل روح الجهاد التي نلتمسها في معالي أخينا الوزير سيد مولود قاسم. في
بكل مناسبة نرى أن هذا السؤال يتردد في صورة أو أخرى، وسمعته أمس أو أمس على لسان أخي وحبيبي الدكتور أمين، الدكتور عثمان أمين، عندما قال لنا لماذا وقعت تعبئة، وقعت توعية، وقعت تعبئة، على كل حال قوله كلمة التعبية وقعت منذ سنة مثلا 1858 ولم نرى نتيجة. نعم، لم نرى نتيجة يعني في نطاق الأمة الإسلامية، أما التغيرات الأخرى موجودة، فعلا موجودة، أما في نطاق الأمة الإسلامية لا نرى التغير المنشود الذي يضعنا في مستوى الكتل البشرية الأخرى مثل الكتلة الحمراء أو الصفراء أو البيضاء كما تريدون. وهنا تمنيت وحيث لا تنفع التمنيات، حيث لا تنفع التمنيات، تمنيت لو كان أمامكم صبورة خشبية، لأن أحيانا بعض الأشياء نستعين في التعبير عليها رسما أو كتابة على الصبورة، ولكن الحمد لله عند نعوض هذه الصبورة الخشبية بالصبورة الجوانية، وأستعيد الكلمة من أخي إن لدى كل أحد من أبنائنا الطلبة صبورة في نفسه، فليسمح لي الكتابة عليها بقدر الإمكان لأصور له ولأسهل على نفسي التعبير في بعض الأشياء. إذا كان الطريق مسدود خلاص انتهينا، نذكر الله ونحمد الله ونشكر الله ونشكره على نعمه، ولو كان الطريق مسدود إلى الأبد لا يهم، لأن هذا الطريق ليس هو اهتمامي الأكبر. أقول هذا كمؤمن، لأنني خلقت وخلقنا وخلق الإنس والجن يعبد الله، موش لي يعملوا يصنع الصاروخ، ما يهمني الصاروخ، والله لا يهمني الصاروخ. وعند النظر عن قرب إلى أطوار الحضارات عبر العصور، فإن مالك بن نبي يرى أن ما يعرفه العالم الإسلامي هو مرحلة طبيعية، حيث تخضع الحضارة لسنة الله في خلقه من ازدهار وأفول. وإذا كان الطريق حتى نبحث عليه نجتهد، إذا كان موجود في حبذا، إذا كان موجود يا حبذا. اسمحوا لي أن أرسم على صبوراتكم الجوانية خطا يمثل لي ولكم خطا مستقيما، خطا مستقيما، لأنه تقريبا هو خط زمني، ولكن ليس بالخط الزمني، سترون لماذا. نرسم عليه في الحقيقة أطوار اجتماعية أو الحالات الاجتماعية، الأوضاع، الأطوار الاجتماعية، الكلمة مقبولة، الأطوار الاجتماعية التي نجد فيها المجتمعات المتعاصرة، المجتمعات المتعاصرة مثل المجتمعات المتعاصرة اليوم في القرن العشرين. إذا الخط مو زمني، إذا الخط مو زمني، مع أن ذي رائحة زمنية ولكن ليس بالزمني. فكيف نتصور ونحن طبعا لما نقول أنه هذا الخط يصور لنا أطوار المجتمعات المتعاصرة، معناها أن المجتمعات كلها أطوارها على هذا الخط طبعا،
سنجد من طور لا نجد أكثر من ثلاثة، لا نجد أكثر من ثلاثة أطوار. الطور الأول هو الطور ما قبل الحضارة، مش ما قبل التاريخ، شيء آخر، ما قبل الحضارة. هذا مصطلحاتي، أنا أستعمل مصطلح وهي في الحقيقة هذا مصطلح مستعمل. ما قبل الحضارة pre-civilisation، والطور الثاني الحضارة civilisation، والطور الثالث ما بعد الحضارة post-civilisation. كشيء إذا تفضل أحد الإخوان لعل نسينا حالة من الحالات ما ذكرناهاش، ما أظن هذه الحالات الثلاثة المحتملة فقط، ما كان شيء آخر. في القرن العشرين نجد مجتمع إما في الحالة الأولى، إما في الحالة الثانية، إما في الحالة الثالثة وخلاص. فنتساءل الآن أين الطور الذي نرسم فيه الأمة الإسلامية؟ نجد مع التحري أن الأمة الإسلامية تمثل مجتمعا كبير متنوع حتى الأجناس واللغات إلى آخره، ولكن لا يمكننا أن نخطئ في شيء. لا يمكننا اليوم 1970 أن نخطئ في شيء إذا قررنا أن هذا المجتمع ليس على أي حال في طور الحضارة، ليس على أي حال في طور الحضارة. هذا بكل أسف هكذا. وإذا أردنا أن ندقق الأشياء إلى حد ما، نرى أن هذا المجتمع يتوزع على طرفي الحضارة، فيه أطراف، مثلا الشعوب الإسلامية الإفريقية تعيش ما قبل الحضارة، لازال تعيش الآن ما قبل الحضارة، وأطراف أخرى كبيرة وقيادية بالنسبة للمجموعة تعيش ما بعد الحضارة، مثلا العرب، الإيرانيين، الترك، الهندوك، الأندونيسيين إلى آخره. هذه الشعوب كلها شعوب ما بعد الحضارة. مع أن دخلنا في الموضوع من باب تأزم الأوضاع الحضارية، فيجب أن نجد إذن كيف ندخل بالقطاع الذي هو ما قبل الحضارة، ندخله في الحضارة، وكيف نعود بالقطاع الذي خرج من الحضارة، كيف نعود به للحضارة. في الحقيقة لا تزدوجوا المشكلة، لأن إذا طبقنا مقياس العددي statistic بجانبيه الكمي والكيفي، الجانب القيادي في هذه المجموعة هو تقريبا العالم العربي مثلا، يعني العالم الذي بعد قيامه بحضارة. ولكن قبل هذا فتني أن أقول شيء، فتني أن أقف عند هذه الظاهرة. لماذا الأمة الإسلامية اليوم في مجموعها لا نراها في المرحلة الثانية، في المرحلة الوسطى، مرحلة الحضارة؟ لماذا؟ والله لأمر طبيعي،
لأمر طبيعي لا غرابة فيه، وليس هذا بدعا في التاريخ، وليس هذا بدعا في التاريخ. لا يجوز لي أن يكون في نفسي، لا أجوز لنفسي مركب النقص ولا مركب الاستعلاء. فالأمور طبيعية تجري كما تجري مجراها الطبيعي كما أرادتها سنة الله في الكون. فالآن لو أردنا الجواب عن سؤال السيد شكيب الأصلان نقول له والله السؤال في غير ما، لماذا؟ لأن الأمور طبيعية هكذا، الأمور طبيعية هكذا. لماذا أوروبا بعد انتهاء الحضارة الرومانية مع سقوط روما في أواسط القرن الخامس المسيحي، لماذا أوروبا دخلت في القرون الوسطى، العصور الوسطى كما يقولون، يعني في الهمجية والجهل والوحشية؟ لأنه أمر طبيعي. لا 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 الجواب، لا طريقة، لا طريق، لا طريق لنا لجواب آخر، لأن أمور طبيعية هكذا تجري، هكذا يجري سير البشر في التاريخ. غير أن السؤال الذي يهمنا هو كيف تصاغ الحضارة أو كيف يتم بناؤها من جديد. وقد حذر مالك بن نبي من المغالطات التاريخية التي يروج لها المؤرخون الغربيون فيما يخص العالم الإسلامي. وبعد تحليل وتمحيص يكشف لنا المفكر مالك بن نبي رحمه الله عن العنصر الأهم في بناء الحضارة، فلنكتشف معا. أما السؤال الذي يهمنا هو، نعم، الأمر الطبيعي إذا كنا خرجنا، إذا بعضنا خرج من الحضارة وبعضنا لم يدخل فيها، فهذا أمر طبيعي يجري طبقا لحكمة الله وطبقا لسنة الله في خلقه. وإنما الشيء المهم العملي الذي يهمنا نحن لمواجهة أزمة حضارية التي شعر بها مالرو في فرنسا، وشعر بها ابن خلدون في قلعة بني سلام، بني هم. كيف نحل المشكلة؟ مش نقول طبيعة، نعم طبيعي، ولكن نحل شوية المشكلة. نقول كيف تصاغ أولا بطريقة طبيعية مرة أخرى. نعم، والآن أؤكد هذه الكلمة، كيف تصاغ بطريقة طبيعية الحضارة. يا إخواني، هل كان رصيد الحضارات القديمة، ولنا طبعا العبرة في هذه، لأن هي المقياس التاريخ الذي في أيدينا، الذي في أيدينا نقيس به الأشياء التابعة في التاريخ، وهذا طبقا أيضا لحكمة أرادها نوه بها القرآن الكريم، قل سيروا في الأرض عاقبة الأمم. الحضارات لا تدوم، ونوه بها الحديث اخشوشنوا ان الحضارة لا تدوم، حتى لو لم يكن صحيحا، ما اعرفش، لان كلمة حضارة يعني ظهر لي فيها شوية غريبة عن لغة النعمة. النعمة معلش، والنعمة والله حضارة. اذا النعمة هذا اقرب للغة النبي صلى الله عليه وسلم، لان كلمة حضارة ليست من لغة قريش العادية. إذن يجب احنا نسأل ما كان رصيد هذه الحضارات التي سبقت، ومنها الحضارة العربية التي أضاءت هذا العالم وأنارت، رغم ما كان يتصور السيد جارودي نفسه في حديث دار بيني وبينه سنة 48 هنا في عاصمة الجزائر، كان يتصور ان الحضارة قال لي اتساءل لماذا الحضارة الاوروبية استمرت والحضارة الاسلامية انقطعت.
قلت له يا أخي كنا مع كاميون كالوي باران إلى آخره في جماعة، قلت له هذه الكلمة تعبر لي أنا على ثقب وعلى فجوة في ثقافة الغرب، لأن الغرب وهذا ما قلته في شرح بعد هذه القصة بالذات، هذا ما قلته في تلك الأيام في كتاب شروط النهضة، ونقلت القصة إشارة إليها، قلت دار بيني وبين أحد الغربيين هذا الحديث، قلت دون أن أسمي جارودي، المسمى هو المشار إليه هو جارودي فعلا، روجي جارودي. قال لي كيف؟ قلت هذه ثقبة في ثقافتكم، تتصورون وتلقنون لأبنائكم، وأصبحتم تلقنون لأبنائنا أن الحضارة الأوروبية مستمرة والحضارة الإسلامية انقطعت. لا، للحضارات كلها حظها وعمرها ما يكفي من القرون لأداء وظيفتها ورسالتها في العالم. الشيء الذي تسمونه أو يسمونه الآن، أتكلم مع أبنائنا الطلبة، الشيء الذي يسمونه القرون الوسطى، قلت له السيد جارودي، العصور المظلمة ليست مظلمة في كل مكان، لو تنبهتم إنها كانت عصور النور، عصور النور المشرق على العالم، عصور الكندي، الكندي والفارابي وأمثالهم، الكندي الذي هو فيلسوف معروف الذي تصارع مع وقته ليثبت أن المد والجزرة ظاهرة تابعة لسير القمر. شوف طلع 12 قرن، والاكتشاف هذا بدأ بعد في أوروبا، بدأ طبعا بعد إثبات قانون الجاذبية بنيوتن، يعني في أواخر القرن 18. قلت للسيد جارودي الحضارة الإسلامية أدت رسالتها في مدى من الزمن كافي لأداء رسالتها، كما أن الحضارة الرومانية اللي سبقتها أدت رسالتها في مدى كافي، وتلك الأيام يداولها الله بين الناس. أما الآن نحن نبحث ما كان رصيد هذه الحضارات التي توالت على وجه الأرض الواحدة تلو الأخرى، بأي رصيد دخلت المجتمعات الإنسانية من العدم إلى التاريخ إلى الوجود إلى الحضارة، بأي رصيد دخلت العرب في أواخر التاريخ الميلادي في أواخر القرن في بداية القرن السابع الميلادي، بأي رصيد دخلوا التاريخ؟ هل كانت عندهم جامعات وصوارق وهذا الأشياء وطبعا أساتذة علماء كبار أجلاء وكتب لا 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 لا، الرصيد لو كانت الحضارة تتطلب رصيد مثل هذا لا تقوم حضارة على وجه الأرض. الحمد لله أرادت الحكمة والعناية الإلهية أن تبسط الأشياء لبني آدم، فجعلت الرصيد الحضاري على الشيع، لم تجعله في كنافل الحضارات بلاد الأوطان المتقدمة كما نقول اليوم، وتحت وفي رعاية الخط البياني لمتوسط الدخل السنوي في العالم.
لا، الرصيد رصيد على الشياع طبعا يجب علينا بعد هذا أن نتأكد، ولكن الرصيد على الشياع للأدميين على وجه العموم هو الإنسان وإمكانياته، طبعا إمكانياته كلها الذهنية والجسمية تراده بما فوقه وتحته وماؤه. طبعا لما نقول تراب، تراب بالتعميم، معنى التراب بالتعميم لبيوسفير، لبيوسفير المجال الحيوي، هذا هو التراب، ما نعنيش تراب هذا التراب، المجال الحيوي لبيوسفير. ثم الزمن، ثم الزمن، العناصر هذه الثلاثة هي رصيد.